لاعب المنتخب السعودي سعيد المطيري لمسابقة رماية الاسكيت. الوصول للأولمبيات في لعبة الرماية حقيقة ما هو سهل، لأنهم شوي يعني صعبين، ما يتأهل دائما في البطولات العالم الأول والثاني وفي كل يعني تقريبا من السنتين الأخيرة، وبطولة آسيا تقريبا آخر بطولة في البطولات الآسيوية من الأول للثالث، فدائما يصير فيها يعني شد قوي في البطولات وأعصاب لكن الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى إن صار لنا فرصة في بطاقة التأهيل عن طريق الـ MQS. الحمد لله بعد حققنا الثاني في البطولة، بطولة عربية، وبعدها من بكرة بشرني سمو الأمير سعود بن خالد رئيس الاتحاد السعودي للرماية بأن حصلنا على بطاقة التأهيل، وأنهم يعني رشحوني لهذه يعني من قبل الاتحاد الدولي، وأنهم رشحوني للبطولة هذه إن شاء الله. الحمد لله يعني هذه المشاركة الخامسة لي في دورة الألعاب الأولمبية، كانت أول مشاركة لي في دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا، حققت رقم 117، بعدها دورة الألعاب الأولمبية في سيدني حققت 119، بعدها دورة الألعاب الأولمبية في أثينا حققت 120، وكانت يعني بطولة دورة الألعاب الأولمبية في سيدني وأثينا كان ينقصني على طبق للدخول في النهائي، وبعدها في دورة الألعاب الأولمبية في بكين ما كان صراحة استعدادي في وقتها ما كان جيد لظروف ما. البطولة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إن شاء الله إني مستعد لها بحكم الخبرة وبحكم يعني التجارب البطولات، وإن شاء الله إن يعني إن يصير لنا فيها حظ بإذن الله. تقريبا من 3 سنوات يعني بدأنا بداية يعني طريقة جديدة في البرامج الفنية والبرامج الإدارية ولله الحمد يعني، فارتفع المستوى يعني ارتفع المستوى، صار فيه منافسة حتى دا يعني داخلية، وكنا صراحة متأملين بخير يعني إن يعني مستعجلين على تحقيق إنجازات جديدة، ف يعني تفاجأنا في جائحة كورونا اللي يعني عطلت يعني كل شيء و يعني أثرت صراحة أثرت علينا وعلى العالم كله، لكن الحمد لله يعني وقوف حكومتنا الرشيدة والعالم أجمع ضد يعني هذه الجائحة، الحمد لله أننا قدرنا نجتاز بعد توقف يمكن استمر لمدة سنة. رؤية 2030 يعني صراحة أنها حافز للكل، رياضيين وغير رياضيين، فالكل يطمح أنه يحقق في هذه الفترة إنجاز يليق بمكانة المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله أن كلنا أمل في شبابنا، إن شاء الله أنهم إن شاء الله يحققون إنجاز يليق وأن يقدرون يعني تشريفهم في التمثيل الوطن، التشريف يعني التمثيل المشرف له، وكلنا السعودية.